نرجع للحقائق الغذائية. هون عندي على الهرم الحقائق الغذائية تبع الطحينة. الطحينة موجودة بكل بيت وكلنا بنستعملها بالأكل تبعنا وبالتحضيرات، ف يعني منتج متداول كتير. مش هيك حاطينه على الهرم الغذائي حتى نتعلم مظبوط منه كيف نقرا على الهرم الغذائي على المأكولات الغلاف تبعهم المعلومات الغذائية. يعني هون حاطين لأنه المقدار الواحد بقلب علبة الطحينة هي اللي هي مفروض تكون 400 جرام، مقدار الواحد 30 جرام. لما أقول 30 جرام يعني ملقعتين كبار من الطحينة، هيدا مقدار 30 جرام لأنه الملقعة الوحدة هي 15 جرام، ملقعتين يعني 30 جرام. عدد المقادير في العبوة 14. أنا كيف عرفت أنه الوزن هو 400 جرام؟ أو بتطلع بيكون مكتوب الوزن الصافي تقريباً 400 جرام، أو هن بيكونوا حاطين أنه المقدار عندي 14 حصة والحصة الوحدة 30 جرام، يعني المجموع تقريباً رح يعمل لي 400 جرام. هلأ محتوى المقدار الواحد قلنا لكينا السعرات الحرارية بالمقدار الواحد أو الحصة الوحدة 190 وحدة حرارية، لكن ب 30 جرام أو بملقعتين كبار طحينة عندنا 190 وحدة حرارية. لما تقروا أوقات شو اللي بيلخبط؟ إنه بنطلع بنفكر إنه بكل العبوة ب 400 جرام عندنا 190 وحدة حرارية، هالي بدنا ننتبه لها، الحصة فيها 190 وحدة حرارية مش العلبة كلها. من هال 190 وحدة حرارية عندنا 143 وحدة حرارية جايين من الدهون، ليش؟ لأنه أصلاً الطحينة مصدر دهون، طبعاً بغير مأكولات بيكون في عندنا نسبة أقل نسبة أكثر حسب نوع الأكلة، الطحينة اليوم اللي عم نحكي عنها هي مصدر دهون عالي، إنما الدهون الموجودين بالطحينة هن دهون صحية، كيف عرفنا؟ لأنه مكتوب إنه عندنا دهون مشبعة اللي هي الدهون المنة صحية 2 جرام ومجموع الدهون 16 جرام، يعني عندي 2 جرام بس دهون مشبعة و14 جرام دهون غير مشبعة اللي هي الدهون الصحية. حتى لو عندي دهون صحية اللي هن 14 جرام إنما واللي بس دهون صحية تقريبا، لو في دهون صحية وحدات حرارية عالية، هذا اللي بدنا ننتبه له واللي دايما بقوله، إذا عم ناخذ زيت زيتون، إذا عم ناخذ طحينة كتير مفيدين كتير صحيين، إنما بتخنوا إذا أخذناهم بكميات كبيرة. فنحن مطلوب منا إذا بدنا ناخد طحينة ناخد حصة ناخد 30 جرام أو ملقعتين كبار، هيك منكون نحن بأمان، ما منكون عم ناخد طحينة أكتر مما مطلوب ونكون عم نتخن من الطحينة لو إنه الطحينة صحية ومفيدة.